في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي، قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، محمد عليه أتم الصلاة والتسليم. أما بعد، أحييكم أعزائي الطلاب من مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين قسم العلوم العامة للعام الدراسي 2019-2020 الصف الرابع. نبدأ درسنا لهذا اليوم، وهو الدرس الخامس بعنوان منشأ الصوت. هدف درسنا لهذا اليوم، يتوقع في نهاية الدرس أن يكون الطالب قادراً على أن يستقصي أثر منشأ الصوت على علو الصوت. نبدأ أعزائي الطلاب تهيئة درسنا لهذا اليوم بهذه الصورة، وسوف أقوم بطرح سؤال بسيط عن هذه الصورة. شاهدوا جيداً، ماذا تتوقعون؟ هل صوت هذا الشخص مرتفع أم منخفض؟ نعم، إن صوته مرتفع وهو صوت عال، ولكن ما علاقة علو الصوت بعنوان درسنا لهذا اليوم أو بموضوعنا وهو منشأ الصوت؟ دعونا بداية نتذكر مع بعضنا البعض ما هي أو ما هو علو الصوت وما هي العوامل المؤثرة فيه. علو الصوت هو خاصية من خصائص الصوت تميز بين الصوت المنخفض والصوت العالي. أما العوامل المؤثرة فيه، أولاً قوة الاهتزاز. قوة الاهتزاز، كلما زادت قوة الاهتزاز كلما كان الصوت أعلى، وكلما قلت قوة الاهتزاز كلما كان الصوت منخفض. ثانياً منشأ الصوت، أي مصدر الصوت، وهو موضوع درسنا لهذا اليوم، وسوف نشرح بشيء من التفصيل بعد قليل عن منشأ الصوت. ثالثا، وهو موضوع درسنا القادم إن شاء الله، وهو المسافة عن مصدر الصوت. ثلاثة عوامل تؤثر في علو الصوت، درسنا سابقا قوة الاهتزاز، سوف ندرس اليوم منشأ الصوت أي مصدر الصوت، وسوف ندرس إن شاء الله في الدرس القادم المسافة عن مصدر الصوت. لنبدأ نشاطنا الرئيسي لهذا اليوم يا أعزائي الطلاب بهذا السؤال، ما هو منشأ الصوت أي ما هو مصدر الصوت؟ الإجابة، هو مصدر الصوت الناتج عن طرق الأجسام أو حركتها أو اصطدامها بالأجسام الأخرى، كما نشاهد هذه الأمثلة في الصور أمامك على الشاشة. شاهد قرع الطبول أو صوت نقار الخشب عندما ينقر الخشب. هل جميع الأجسام تصدر أصواتا لها نفس علو الصوت؟ بعض الأجسام يا شباب تصدر أصواتا منخفضة، وبعضها يصدر أصواتا عالية حسب طبيعة مكونات الجسم. دعونا نأخذ مثالا مثل صوت الخشب. سوف أطرق الآن على صوت الخشب وتسمعون صوت الخشب. هل هذا الصوت منخفض أم صوت عالي؟ دعونا نقارنه بصوت الطرق على الحديد. لو قمت ب طرق الخشب وطرق الحديد بنفس شدة الطرق، إذن الإجابة الصوت الناتج عن الحديد هو أعلى من الصوت الناتج عن طرق الخشب. إذن نستنتج أن الطرق على باب الحديد يصدر صوتا أعلى من الطرق على باب من الخشب بنفس السماكة وبنفس شدة الطرق.
أما الآن يا أعزائي الطلاب، سوف أقوم بطرح سؤال عليكم. أيهما علو الصوت أعلى، الناتج من عبوة البلاستيك أم عبوة المعدن؟ لقد قمت بإحضار عبوة معدن وعبوة بلاستيك، وسوف أقوم بالطرق على عبوة البلاستيك أولا ثم عبوة المعدن، وأنتم سوف تعرفون الإجابة. الآن سوف أطرق على علبة البلاستيك. طبعا بنفس الشدة. الآن سوف أطرق على علبة المعدن. هل عرفتم الإجابة؟ نعم، علو الصوت الناتج من عبوة المعدن أعلى. ونأتي الآن إلى غلق النشاط بالسؤال التالي: ما تأثير منشأ الصوت على علو الصوت؟ إن مصدر الصوت يؤثر على علو الصوت الناتج عنه حسب طبيعة مكونات الأجسام مثل الحديد والخشب والبلاستيك، أي أن علو الصوت الناتج عن الحديد أعلى من الخشب والبلاستيك، أي الناتج عن المعادن دائما يكون أعلى، الصوت الصادر عن المعادن يكون أعلى من الصوت الصادر عن الخشب والبلاستيك. ننتقل الآن إلى غلق الدرس بالملخص التالي: منشأ الصوت أحد العوامل المؤثرة على علو الصوت. تختلف الأصوات الناتجة من الأجسام من حيث علو الصوت حسب طبيعة مكوناتها. وإلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم يا أعزائي الطلاب، وإلى لقاء في درس آخر بإذن الله. أرجو أنكم قد استفدتم من هذا الدرس. شكرا لحسن استماعكم.